مشاهدينا وين ما كنتم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم قاعدة الحباب. كما عودناكم دائما نطلع عليكم ضيف جديد وموضوع جديد، وموضوعنا لنهار اليوم هو خاص بالتلاميذ المقبلين على الامتحانات الرسمية مع أستاذ الرياضيات بن عسال موح نعمر. مرحبا بك معنا. شكرا إيمان على الاستضافة، يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة، أنت اللي جيتنا محمد، يعني شكرا على قبولك للدعوة. يلا. شكرا، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. إذا بن عسال موح نعمر هو أستاذ رياضيات متحصل على دبلوم دولي في التدريب من أكاديمية الشرق الأوسط مصر. الله يبارك عليك. يبارك فيك، شكرا، بارك الله فيك. يلا موح، يعني لو نبداو بما انه اليوم يعني بداو الامتحانات التجريبيه، لو نحكيو يعني كيفاش كانوا تلاميذك اليوم؟ شوفي، التحضيرات على كل حال ما راحش يكونوا في شهر ولا في يومين. انا تلاميذي كانوا الحمد لله للتدريب لمده عام كامل. بدينا التعب تاعنا من سبتمبر، من اوت، حتى اصحاب البكالوريا بديت معاهم من اوت، واصحاب شهاده التعليم المتوسط بدينا من شهر سبتمبر. التحضير على مدار العام كامل كانوا مجموعه من التمارين، فهم للدروس الى اخره، لكن في الايام الاخيره هادو مادام زاد ستريس على التلاميذ والضغط عليهم، كانت المراجعه شويه مكثفه اكثر واكثر باش ما ينساوش. اكيد راح يكونوا جانب أكيد. نفسي وجانب تعليمي في نفس الوقت. اكيد، يعني مادام راك حاضر معنا استاذ، احنا ماذا بينا انت كاستاذ يعني تمد لهم نصائح وتوجيهات للتلاميذ يعني اللي راهم في الامتحانات. النصائح اللي نقدمها في الايامات الاخيره هذوما، لانه ما بقاش 18 يوم على شهاده تعليم متوسط و28 يوم على شهاده البكالوريا، يعني ما بقاش بزاف للامتحانات الرسميه. يركزوا على اهم الافكار، ما يتبانيكاوش، يسيو يبعدوا جميع البعد على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصه في هذه الفتره اللي كيما رانا نشوفوا بين الفتره والاخرى يخرج موضوع يقول لك هذا موضوع بكالوريا، هادو كلهم راح يشتتوا الانتباه تاع التلميذ، واللي يخاف يقول لك لا مانيش قاري هذه ونروح نراجع هذه اكثر. والترشيحات، هذا يرشح والاستاذ فلان يرشح، ابتعد عن كل مواقع التواصل الاجتماعي، استغل هذه الفتره في المراجعه احسن لك خير من تروح منه من تشتت تركيزك. اكيد، يعني لما خاصه انه دوكا في مواقع التواصل الاجتماعي ولينا نشوفوا يعني كل الاساتذه ولو يرشحوا مواضيع يقولوا لهم هذا اللي راح يكون ولا هذا اللي راح يكون، وهذا اكيد انه راح ياثر على التلاميذ. يعني التلاميذ انا واش نقول له، ما دامك صاحب امتحان ماده الرياضيات مثلا، مستحيل انه تدخل الرياضيات وانت مرشحه ولا زوج، لانه الرياضيات مش تترشح ابدا. أكيد. مستحيل الرياضيات اصلا راهي بمكتسباتك القبليه، راهي نتيجة حصاد سنة أولى والثانية والثالثة ثانوي، لترسم بنتيجة في نهاية السنة. مش يجي أستاذ ويقول لك يطيح الأعداد المركبة وما يطيحش، أقرأ كل الدروس واللي فيه الخير يجيبه ربي ان شاء الله يا رب. يعني ربما لو نحكي وكيفاش يقدروا يتعاملوا مع مخاوف الامتحان، ولا كيفاش يتعاملوا مع ورقة الامتحان. بالنسبة نتكلم عن المادة تاعي كمادة الرياضيات، انا دائما من النصائح اللي نقدمها في ماده الرياضيات سواء لتلاميذ هذا العام ولا العام المقبل، دائما نقول لهم اهم حاجه في الرياضيات التركيز على فهم الدرس اولا، قبل ما نروحوا نحلوا تمارين لازم الدرس نكونوا فاهمينه، ثم تجي مرحله حفظ القوانين، ثم تجي مرحله التطبيق، لانه الرياضيات ما تنقدروش نتنازلوا على شرط من هذه الشروط الثلاثه، الحفظ، فهم الدرس والحفظ وممارسه التمارين. لاحظوا باللي في الفترات الاخيره ولاو التلاميذ يعجزوا على الحل كثير، ولا يعتمدوا على الحل الكم الهائل من التمارين وينساو جانب الفهم. لهنا تولي رياضيات ماده حفظ، وهذا اكبر خطأ يطيحوا فيه التلاميذ، يولي يحفظ الافكار، يبدلوا لهم صياغه سؤال، يبدلوا لهم شيء، يروح له كاع التمرين، ثم نقول لهم الحفظ ثم الفهم ثم الممارسه والقراءه بشكل ذكي مش بالكميه الكبيره. يعني اكيد، يعني شفتوا في ماده الرياضيات كما قلت، لكن استاذ كاين بزاف يعني تلاميذ ربما راهم يقولوها لك هذه ديجا، يقول لك انه نسيت كلش، حتى يعني كي يلحق الورقة الامتحان يقول لك راح لي كلش. لو كنت تشوفي ايمان في الفتره الاخيره نكون نقري في الكلاس حتى تبدا تبكي لي طفله، نقول لها واش بيك تقول لي نسيت كلش، نقول لهم لا ما نسيتوش، هذا شيء طبيعي، بالك انت جستي عليها ايمان، بالك في شهاده البكالوريا انا جست عليها، جزنا كامل عليها، انه تحس روحك
نسيت كل شيء. انا صراتي في ماده العلوم الاسلاميه ليله البكالوريا حافظ كل دروس، حسيت روحي كانه ما حافظ شيء. ومن بعد واش صرا؟ هو عادي جدا نقول لهم ما نسيتوش، هذه برك من الخلعه، لكن بمجرد تنحط الورقه ويطرح سؤال العقل الباطني تاع الانسان راح يشغل السيال العصبيه، حيجبد هذيك الاجابه، راح يحرك العقل تاعك، تجي الاجابه دايركتوم، وما تقلقوا ما والو، مادام راك حافظ مادام راك فاهم خلاص ما تخافش. هذه نتيجه القلق والستريس، هذا ما كان صينو راك حافظ وراك فاهم ما تخافش. صح اكيد، يعني ما يخافوش برك، لانه كما قلت الكل ترانا هذه، انا ثاني ديجا كانت صرات لي، حسيت انه نسيت كلش، نشفى انه في ماده الفلسفه يعني نسيت، لكن لما ريحت بديت نستغفر، قريت ادعيه، تفكرت وديت نذكر انه ديت احسن علامه في ماده الفلسفه. في ماده الفلسفه الله يبارك، يعني من بين المواد اللي كنت قدمت عليها. يلا لو نحكي، وايضا يعني موح على ماده الرياضيات اغلب التلاميذ يعانوا منها خصوصا الادبيين، يعني لو نشوفوا المشكل انه في واش يكون السبب؟ شوفي ماده الرياضيات قلت لك التلاميذ نتيجه عدم الممارسه التمارين ولا عدم فهم الجيد للدرس ديالنا، لكن الادبيين نقدر نقول لك حاله خاصه، يعني صح. انه الادبيين سنه اولى وثانيه ثانوي يكونوا مهملين جدا لماده الرياضيات، ومن بعد لما يلحق البكالوريا يجي هذاك التانيب الرياضي، هذاك التانيب تاع لازم نجيب في الماط، ما تجيبش واحد تحت المعابل باش ما نقصاش الى اخره. لكن كماده رياضيات صراحه اللي يعرف لها راح يحبها. انا تلاميذي الحمد لله يجوني شعبه اداب وفلسفه يقولوا لي ولا مره في حياتنا فهمنا رياضيات كما كيقريناها عندك، والحمد لله كانوا نتائج سواء العام اللي فات ولا العام اللي قبله، الحمد لله كانت نتائج ما شاء الله مع التلاميذ، يعني كانوا يعني كانوا عندك تلاميذ من الاوائل الحمد لله. عندي تلاميذ كاين اللي راهم طب، كاين اللي راهم ذكاء اصطناعي، اللي بينهم خليل اللي نوجه له تحيه، هو لبناني جزائري لما جاء للجزائر كان في صعوبه لانه امباك بالرياضيه، طيب اللغه الفرنسيه اكيد صح مشاكل ما كان متعود عليها، مش مفاهيم ومش بلد وكذا، لكن الحمد لله بالاراده قدر يحصل على المراتب الاولى في الجزائر بمعدل 19.06، راه دوكا يقرا في تخصص الذكاء الاصطناعي ما شاء الله. الله يبارك. عندي تلاميذ راهم دوكا طيب اعلام الي، وعلى كل حال نمدلك معلومه ايمان، انا تخصصي في الجامعه كان رياضيات واعلام الي، متخرج بتخصص الاعلام الالي. انا لحد الان نحس باللي راني قدوه لتلاميذي، دائما يسقسوني على مجال الاعلام الالي وكيفاش نديرو في الجامعه. انا ما اعتمدش التدريس كانه مقري الدرس والسلام عليكم، الحمد لله كنت لانه التعليم عباره عن رساله لتلاميذي، دائما يسقسوني حتى يجيبوا البكالوريا، وكامل يحبوا يبداوا مشاريع، يجوا يستشيروني، يحبوا بمثابه اخوهم الكبير بوكو بلوس على استاذهم. اكيد، يعني وحتى كما قلت انه عندك طريقتك الخاصه كيفاش تقدر تخلي انه الماده يحبوها، خصوصا انه قلت لك انه يعني ماده الرياضيات يعني بزاف منها، لكن لما تحب الاستاذ وتحب طريقه يعني الاستاذ كيفاش يشرح لك الدرس، راح تولي يعني هذيك الماده تحبها وتولي تخدم فيها. انا واش نقول لهم؟ نقول لهم كل فتره وكل جيل راهو يواكب، لازم احنا الاساتذه نواكبوا واش يعيشوا تلاميذنا باش نقدروا نوصل لهم الرساله. ابسط مثال ترجعي بالك 6 سنين 7 سنين للور، كنا احنا كامل نحبوا نروحوا عند الاساتذه اللي جو كبار بزاف واللي عندهم خبره كبيره في الميدان 17 سنه. دوكا لا، دوكا اغلب التلاميذ راهم يحبوا يروحوا عند الاساتذه الصغار اللي حيكونوا قراب لهم للاش، راح يكونوا نقدر نقول لك دخولي للتعليم في مجال صغير سلاح ذو حدين. من بين السلاح الايجابي اللي نتكلم عليه اليوم هو قرب السن بيني وبين التلاميذ، خلى نحالهم هذيك الحشمه تاع كي ما يفهموش، نحالهم خلاهم حبا للماده، خلى كان عنده دور، انا نحس عنده دور ايجابي بالبزاف دخولي للتعليم. انه يعني انا حبيت نعرف كيفاش راك تتعامل مع التلاميذ تاعك سورتو تاع البكالوريا، يعني قريب راه مقدك. تلاميذ البكالوريا مرات نتلاقى بتلاميذ يكونوا اكبر مني، مثلا المترشحين الاحرار وكامل نتلاقى بتلاميذ يكونوا اكبر مني. انا العلاقه بيني وبين تلاميذي هي عباره عن صداقه اخوه استاذ وتلميذ، الحمد لله ما خليتش العلاقه تكون مربوطه في التعليم فقط. قلت لك كما ذكرتك من قبل، قلت لك بلي انا تلاميذي نهار يكونوا في مشكل ولا يحبوا استشاره، الحمد لله كنت بمثابه اخوهم الكبير، يجوا يستشيروني.
يعني من الجانب النفسي هذا راح يساعدهم، لانه الجانب أكثر. النفسي يلعب دور كبير، والتلميذ اذا ارتاح وحب الماده راح يبدع. اي انسان أكيد. اي مجال سواء قرايه تكنولوجيا اي شيء تبدا تحب الشيء راح تبدع فيه أكيد. لما رانا نحكيو يعني على الجانب النفسي، نشوفوا انه الان يعني الاولياء التلاميذ راهم يتخوفوا اكثر من التلاميذ. هل نشوفوا انه هذا الشيء راح ياثر نفسيا على التلاميذ؟ اكيد انه مرات حب الاولياء لتلاميذهم لاولادهم اكيد لاولادهم راح يكون عباره عن نقطه ضعف. مثلا مرات نتلاقى باولياء يقوموا بتهديدات للاولاد ديالهم، وهذا اكبر اكبر خطأ ممكن يطيحوا فيه، لانه لو كان ما تجيبش الباك ما راحش تخرج، لو كان ما تجيبش البيام راح نحي لك التليفون، لو كان ما تجيبش البيام، لو كان ما تجيبش، لو كان ما تجيبش، التلميذ راح يدخل في هذيك الدوامه تاع يقعد يدور الوقت اللي يضيعه في المراجعه، راح يولي يخمم في اشياء سلبيه، واللي تخمم في السلبي راح يحصل سلبي. فهمت؟ لا انا انصحهم دائما يهضروا مع اولادهم، لانه لاحظت ايمان في نتائج شهاده البكالوريا، شحال من انسان يحبس قلبه، شحال من لاحظنا العام اللي فات وحده توفات، وحده انتحرت، علاش ندخلوا في هذه يعني في هذه الضغوطات وفي هذه المتاهات. انا انصح الاولياء انه يكونوا اول داعم لاولادهم، يفهموهم، يقول لهم لازم تقراوا، ليكم جبتوه رانا معاكم، ما جبتوش رانا معاكم، يسيو دائما يطلعوا لهم المورال، لانه الجانب النفسي راح يلعب دور كبير جدا جدا في اكيد في النتيجه ان شاء الله. وما يقول لك تفائلوا خيرا تجدوا، ان شاء الله دائما يتفائلوا خير، يقولوا بلي راح تجيبوا، انا تلاميذي ديما معاهم، لما نجيبوا راح نديروا حفله، لما نجيبوا راح نديروا كذا. الحمد لله راح يكونوا، الحمد لله يا ربي. هما ربما يعني هما حبا فيهم يقولوا لهم باش هما يحسبوا انهم يحفزوا فيهم هذيك الطريقه، لكن هي طريقه خاطئه، طريقه خاطئه 100%. اكيد. يلا لو نحكيوا على نقطه انه يقول لك ربما يعني يجيك تلميذ يقول لك استاذ انني خدمت في هذاك الامتحان يعني ودرت وانا متوقع نتيجه يعني علامه كامله، لكن لما يروح يشوف النتيجه ما يلقاش كما كان متوقعها. لو نشوفوا السبب، هل كل استاذ وطريقه تصحيحه، ولا ربما هل كل استاذ وكيفاش يشرح الدرس وهو تبع يعني طريقه الاستاذ اللي كان معه؟ شوفي ايمان، بالنسبه لهذا الموضوع دائما نهضر عليه في الاقسام لما نكون نحل في موضوع معين ولا نحل في تمرين معين، لانه دوكا المواضيع البكالوريا مثلا ماده خاصه ماده العلوم ولا تركز 100% على المنهجيه الاجابه ما في الرياضيات. مثلا تلميذ تكون عنده طريقه اجابه صحيحه يعطي غير النتائج، ومنهجيه الاجابه ما تكونش مقدمه، ثم راح يروحوا له نقاط. مثلا ما تذكرش باللي انه الداله معرفه وقابله للاشتقاق راح 0.5 في عدد المركبه، ما تقولش باللي كا ابارتيان دان زاد راحت لك نص نقطه، يروحوا نص منه نص منه نص منه نص من، تلقى خاسر روحك واحد 6 نقاط 7 نقاط من لا شيء. يعني انا دائما نركز على المنهجيه ونقول لهم تلاميذ ما يمكن تكونوا تحلوا تمارين في الدار، ديبوا يحلوا لي تمارين في كلاسه طب 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 يحطوا لي ريزلت، نقول لهم لا لا من في الدار عود نفسك على المنهجيه في المتتاليات، ايضا عندنا البرهان بالتراجع منهجيه، هما لا يحطوا لك المقدمه والنتيجه، يقول لك لا انا حافظ المنهجيه ومن بعد لا، عود نفسك منها، تعود نفسك على الوقت ومنها المنهجيه ما تنساهاش. في البكالوريا مام عقلك مبرمج على انه تكتب له المنهجيه ما تنسى والو، عود نفسك من اول سنه ما في المسوده ديالك. يعني وفي هذه ماشي غير البكالوريا، حتى شهاده التعليم المتوسط لازم يتبعوا، ينتبهوا جدا للمنهجيه، لانه المنهجيه اصبح عليها نقاط. يعني اكيد يعني ربما هذا هو السبب اللي يخلي انه تفقد النقاط يعني من لا شيء. نلقاو تلاميذ كل اجاباتهم صحيحه لكن تلقاه مدي 15، علاه ديت 15؟ لانه هربوا له في بعض الصوالح تاع المنهجيه، ينسى الوحده، ينسى هذه الامور كامل عليها تنقيض. يعني اكيد يعني مادامك راك حاضر معنا اليوم، ومادام غدوه ان شاء الله راح يجتازوا امتحان تجريبي في ماده الرياضيات، يعني ربما النصائح او ارشادات اللي راح تقدمها للتلاميذ؟ كما قلت لك ايمان، انا راني معك لهنا في استوديو بصح عقلي راه معاهم. اليوم كانت عباره عن مراجعات مكثفه مع التلاميذ، ركز بوكو بلوس على الجانب النفسي لتلاميذي، ما حبيتش نضغطهم بزاف بالتمارين لانه راهم
راجعين راهم ريفيزيين. حبيت برك نطمنهم لانه التلاميذ يقعدوا حتى الدقيقه الاخرى ويحبوا يجوا يشوفوك، يحبوا يطمنوا قلبهم، يقعد يقول لك كما قلتي مقبل راني ناسي راه وراح لي انا نجيبهم برك باش نطمنهم. حظ موفق ان شاء الله غدوه، متاكد 100% انه تلاميذي راح تكون ريزلت ان شاء الله، فخور بهم مهما كانت النتيجه. راح تكون نتائج ايجابيه باذن الرحمن. هذا ما كان. اكيد شكرا لك استاذ. يلا ربما يعني مشاهدينا اللي راهم يشوفوا فيك ولا التلاميذ اللي راهم يشوفوا فيك يعني اللي ما راهمش يقراو عندك ربما محبين يعرفوا هل عندك اصدارات يعني لكتب راهي يعني في السوق؟ في السوق في السوق لحد الان كاين مجله المتالق في الرياضيات خاصه بشعبتي العلمي والتسيير والاقتصاد في خاصه بالمتتاليات. ان شاء الله في اقرب الاجال بلك راح يكونوا اصدارات اخرى في الدوال والاعداد المركبه ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله اكيد راح يكون مرفق بحسابي عبر الانستغرام، راني فاتح جروب لجميع تلاميذ عبر مختلف الولايات، نديروا بثوث تعليميه، وصلت بثوثنا التعليميه لمده ساعتين ثلاث ساعات الحمد لله، كانوا مام تلاميذ برا الولايه يقدروا يستفادوا. ممكن جدا انه العام الجاي ندخل التعليم عن بعد لانه ما قعدتش لانه الافواج ولا الثانويه ما كانش عندك الوقت. يلا استاذ فقط يعني للناس ولا الامهات خاصه يعني يحبوا يعرفوا هذه النقطه انه يعني كاين تلاميذ يراجعوا خمس دقائق قبل الامتحان، هل هذا يعني راح يفيدهم ولا بالعكس كاين يقول لك انه راح يشتت لهم الانتباه تاعهم يعني ما راحش يخليهم يركزوا؟ انا نقولهم سيو بعد جميع البعد خمس دقائق قبل الامتحان ما راحش اكيد ما راحش، لكن مادام هذا الشيء طمنوا انا نقولهم هذا الشيء راهو يطمن فيه خليه يشد هذيك الورقه ما تضغطوش خليه هو يتصرف، راهو كبير 18 سنه خاصه صحاب البكالوريا 17 18 سنه راهم كبار، خليه هذا الشيء يطمنوا خليه يخدم به خمس دقائق قبل الامتحان يضرب طلع على قانون مش مشكل، هذا الشيء برك راح يطمن هو ما راح يدير ولا شيء، لكن خليه يطمنوا يلعب على الجانب النفسي فقط يعني. اكيد يا لو مدام يعني مازال الامتحانات الرسميه احنا رانا غير في الامتحانات التجريبيه، لكن بلاك هل ربما كاين وقت مخصص يعني للمراجعه؟ هي يقول لك انه صباحا يعني انا الفتره اللي افضلها في الدراسه هي الفتره ما بعد صلاه الفجر، ينوضوا يصلوا صلاه الفجر ومن بعد موراها ينطلقوا ان شاء الله في المراجعه، لانه هذاك الفتره معروفه انه العقل تاع الانسان يكون مفتوح، راح تكون كميه الاستيعاب كبيره، يكون داقس من النوم ديالو. هذه وثاني حبيت نقدم ملاحظه لانه راني لاحظ بزاف تلاميذ الفتره الاخيره راهم يضغطوا روحهم، واحد يجي يقول لي انا الشيخ راني راقد زوج سوايع، واحد راني راقد ساعه واحد، نقول لهم لا الفترة الأخيرة بعدوا الدروس الخصوصية، نقصوا الدروس الخصوصية، مش الفترة الأخيرة ركز على الأهم، مش الفترة الأخيرة تبدأ دورة في الفلسفة ودورة في المادة وكذا 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 وكذا، يشمل كاع ما يقعدلكش وقت لنفسك، أهم شيء حاجة في المراجعة أنه تراجع مع نفسك، مش الفائدة أنه تدير 77 مادة دروس خصوصية وتعاود تقراهم في المسيد وكذا، أعطي حقك للنوم، ست ساعات كأقل شيء. اقل شيء تنام واحد ست ساعات، لانه كي ما تكونش راقد مليح ما راحش تعطي نتيجه، اكيد راح يشتت تركيزك، راح يذهبوا لك افكار وهذا الشيء من قبل هذا اكيد يعني لازم يمد راحه لنفسه لانه الجانب والاكل ايضا يلعب دور، الاكل ثاني تلقاهم ما ياكلوش ما يرقدوش، هذا الشيء كامل راح يلعب دور، لان الصحه على يعني كل حال الصحه هي الاهم قبل كل شيء. قبل كل شيء اكيد اكيد ان شاء الله كل التوفيق لهم مام يعني لما حلفوش الحظ اليوم ان شاء الله في الامتحان التجريبي وما خدمش، احنا نقولوا انه يعني ماشي نهايه العالم مازال كاين مام، حتى انه ما تخدمش في الامتحان الاول تاع البكالوريا مش نهايه الباك، اكيد نهايه الباك هو يوم الخميس يوم الاخير يوم الاخير من الاخر، لانه تبقى لك اليوم الاخير ممكن هو اللي حيغير النتيجه، حاول قد ما تقدر، جات اللهم بارك ما جاش اللهم بارك الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. احنا نتمنوا تكون نتائج ايجابيه لكامل تلاميذنا ان شاء الله كامل يفرحوا، هذه هي ان شاء الله يا رب بكل التوفيق والنجاح لهم يا رب. يلا استاذ ايضا انت متعدد المواهب وعندك روايتين ايضا. عندي روايتين، رواية أحببت طبيبة وغرفة تشريح الجثث.
رواية أحببت طبيبة هي رواية تقدم نصائح للرجال. هل هي رواية حقيقية يعني؟ هل رواية أحببت طبيبة حقيقية؟ لا ليست حقيقية. رواية أحببت طبيبة هي رواية الحمد لله حصلت على أكبر نسبة مبيعات سنة 2019-2020، وصلت المبيعات حتى للإمارات ودبي الحمد لله. كانت نسبة مبيعات رهيبة ما شاء الله فيه. يعني ما كنتش تتوقع هذا النجاح بالنسبة لي أحببت طبيبة، لكن بالنسبة لي أحبب غرفة تشريح الجثث هي عبارة عن رواية اجتماعية تعالج قضايا المجتمع الجزائري من مخدرات وآفات اجتماعية، سينعالجهم بطريقة ذكية جدا. لما يقراها القارئ راح يفهم يعني المعنى من كل القصة، وهل ربما وصلوا رسالة بطريقة فنية. أكيد. يلا هل ربما راح يكون قريبا روايات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. ديما السؤال اللي يجيني وشنو هو، يقول لك كيفاش أنت قارئ إعلام آلي وأدب بدخول عالمين مختلفين، ونقول لهم اللي يحب اي حاجه قادر يوصلها. أكيد. انه لا فرق بين اغلب الكتاب نلقاهم دارسين فيزياء دارسين كيمياء، صح. لانه تلقاي العلميين مبدعين اكثر، نقدر نسميهم انا منحاز شويه للعلميين. الرياضيين نقول لك بلي هم مبدعين، تلقاي مبدع في الادب مبدع في الفن موسيقى يعني. اكيد يعني اكيد. والكتابه هي فن يعني، ماشي الكل يقدر يتقن يعني. الرواية أحببت طبيبة، لو تحكي لنا على موضوعها قليلا. رواية أحببت طبيبة هي عبارة عن قصة حب بدأت من أيام الثانوي بين شابين تعرف، لكن القدر فرقهما، وبعد الشيء انتقلوا إلى جامعة الطب وعاود يجمعهم الطب من مرة أخرى. وهنا راح يكتشفوا القارئ بقايا أحداث القصة إن شاء الله لما يقرأها. يلا شوقوهم إحنا باش يروحوا أكيد أكيد يقتنيوا رواية أحببت أكيد طبيبة. ما من التلاميذ نقول لهم دايما سيكونوا مبدعين، سيو ما تخلوش اي مجال حاب تدخلوا ما مش راح تنجح فيه، حاب تدخلوا حقق الحلم ديالك تدخلوا تنجح ما نجحش، مهم الرغبه اهم شيء. تدخل مجال الطب دير لي فورماسيون كون روحك، لانه الشيء اللي نراهن عليه في الفتره الاخيره هو هذا العقل تاعنا. مش اهم انه تلبس حوايج غاليين ولا تدير سياره ولا أكيد. اهم شيء انه العقل تاعك يكون باهظ من الاخر. كتر لي فورماسيون ديالك، كبر العقل ديالك، هادو هما الشيء اللي نراهنوا عليهم الفترة الأخيرة. ربما حتى التلاميذ ننصحهم أنهم يعني يقراوا روايات أو قصص، لأنه راح يساعدهم يعني حتى في الرصيد اللغوي تاعهم. أكيد لأنه في مجال الكتابة مثلا أنا في مادة الفلسفة كنت أنا أيام ثانوي كنت نقرأ بزاف روايات. لا مادة الفلسفة ما قريتهاش، كنت حكمت المقالة قريتها هكا حافظ منهجية تقدر تعبر بشكل تلقائي يعني. أكيد يعني هذا راح يعاونهم في مسيرتهم الدراسية. تعاونهم أكيد. يلا أستاذ، ربما التلاميذ اللي راهم يشوفوا فيك راهم حابين أنهم يلتحقوا، رغم يعني مادام أنه مازال الامتحانات الرسمية، راهم حابين يكونوا معاك في الدورات، وين يقدروا يعني يلقاوك؟ انا راني متواجد في مدرسه ديالي اللي هي مدرسه انيوتن ببن طلحه، ومتواجد ايضا في ارغايه بمدرسه تالا سكول، متواجد في بير خادم. يقدروا يتواصلوا معايا في حسابي عبر الانستغرام ولا عبر ارقام الهاتف راهي موجوده. هذا ما كان انا اليوم برك ثاني تلاميذي كل ما نكون رايح الايميسيون يقولوا لي اكيد لازم تحيه أكيد واهداء، لازم دير لنا اهداء. نقول لهم ربي يوفقكم ان شاء الله. جد اثق فيكم، عندي ثقه عمياء انه راح تكون نتائج تفرحنا كامل ان شاء الله. ان شاء الله في نهايه السنه حنعاود نجي لكم ان شاء الله، ونجيب معايا تلاميذ متفوقين ان شاء الله من اوائل الجزائر. شكرا لكم على الاستضافه. شكرا لك انت ايمان. شكرا لك اللي كنت حاضر معنا. شكرا لقناه السلام على اللي ديما تعطينا الفرصه للحديث. اكيد. شكرا استاذ، يعطيك الصحه اللي كنت حاضر معنا، وشكرا على النصائح والارشادات اللي قدمتهم لتلاميذنا. اكيد نعاود نقولها لكم مشاهدينا وتلاميذنا خاصه، انه اذا ما خدمتوش اليوم ماشي نهايه العالم، مازال عندكم غدوه والايام المقبله، مازالت الامتحانات الرسميه ايضا. ان شاء الله كل التوفيق والنجاح لكم يا رب. نتلاقاو احنا غدا نفس التوقيت نفس القناه، لكن مع ضيف اخر وموضوع اخر. في امان الله. سلام.